مرحبا، أهلا بكم ببرنامج تيك سافي سينيورز. إنه مدعوم من قبل ولاية نيو ساوث ويلز بالمشاركة مع تيلسترا. اليوم سوف نلقي النظر على تطبيقات التليفونات الذكية أبس. تعمل الهواتف الذكية كثيرا مثل أجهزة الكمبيوتر، وكما هو الحال مع أجهزة الكمبيوتر يمكنك تثبيت برامج تسمى تطبيقات على هاتفك. يحتوي هاتفك على بعض التطبيقات المثبتة مسبقا التي يمكنك رؤيتها على شاشتك الرئيسية، ولكن يمكنك تنزيل المزيد من آلاف التطبيقات المتوفرة في متجر تطبيقات هاتفك. سننظر اليوم في كيفية تنزيل أحد التطبيقات إلى جانب ثلاث تطبيقات مفيدة. ستتيح لك التطبيقات الوصول إلى مجموعة كاملة من الأشياء لتسهيل حياتك، بما في ذلك معلومات النقل، خدمات الطوارئ، وسائل الترفيه، وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثر من ذلك بكثير. لتنزيل تطبيق فيديو، ابحث عن متجر التطبيقات على هاتفك. إذا كان لديك موبايل أبل سيسمى هذا أب ستور، أي مخزن التطبيق على موبايل الأندرويد. اضغط على متجر التطبيقات. سترى الآن قائمة بالتطبيقات الشائعة التي يمكنك تثبيتها. معظمها مجاني، ولكن ستلاحظ أن بعض التطبيقات قد تكلف مبلغا بسيطا. في الجزء العلوي من الشاشة سترى شريط البحث. إذا قمت بالنقر فوق هذا فيمكنك كتابة نوع التطبيق الذي تبحث عنه بمجرد العثور على التطبيق الذي تريده. انقر فوق تثبيت، سيؤدي ذلك إلى تنزيل التطبيق الذي تريده على هاتفك. ستتمكن من الوصول إلى التطبيق من خلال النقر على أيقونة التطبيق التي يمكنك العثور عليها الآن على شاشتك الرئيسية. الطوارئ، أحد التطبيقات التي يجب أن تكون على هاتفك هو تطبيق الطوارئ. يتيح هذا التطبيق الوصول السريع إلى خدمات الطوارئ مثل الشرطة، الإسعاف، خدمات الدفاع المدني. يمكن للتطبيق اكتشاف موقعك بسهولة، مما يجعل من السهل العثور عليك إذا كنت بحاجة للاتصال بهم. يحتوي التطبيق أيضا على قائمة من المعلومات المفيدة وأرقام الهواتف التي تساعد في تحديد طلبك. التنقل في نيو ساوث ويلز. إذا كنت تستخدم وسائل النقل العام بانتظام، فقد ترغب بتنزيل تطبيق أوبل للسفر. هذا خاص فقط في نيو ساوث ويلز، باقي الولايات لديها التطبيق الخاص بها. هذا سيسمح لك بالتخطيط السريع لرحلتك وإخبارك بالخدمات التي يجب أن تأخذها ووقت وصولها، يشمل الباصات، القطارات، النقل البحري، وخدمات المترو. سوف يعطيك هذا التطبيق التحديث إذا تأخرت أو عند حدوث أي شيء آخر، ويمكنك إضافة النقود إلى بطاقة الأوبل الخاصة بك للتنقل ومعرفة كم لديك من المال المتبقي، حتى يمكنك استعمال بطاقة الأوبل كارت لدفع أجور رحلتك.
بطاقة الكبار. إذا كنت تملك بطاقة سينيورز قد ترغب بتنزيل هذا التطبيق. هذا التطبيق مفيد للعثور على الشركات المحلية التي تقبل البطاقة الخاصة بك. كل ما عليك فعله هو وضع اسم المنطقة أو الرمز البريدي لها، وستظهر قائمة بكافة الشركات المحلية التي تقبل بطاقتك، وهي مقسمة إلى عدة فئات مثل السيارات والتسوق والسفر. سيقدم لك تفاصيل الخاصة بهم بالإضافة إلى العنوان هناك، أيضا خيار لعرض هذه الشركات على الخريطة. شكرا لانضمامك إلينا في مقدمة الهواتف الذكية مع تيك سيفي سينيورز. ترقبوا المزيد من الجلسات.